ينضم إلينا رامي عبد الرحمن من كوفنتري شمال لندن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. هل لك أن تطلعنا على تفاصيل دخول الجيش السوري إلى هذه القرى في غرب مدينة درعا؟ نعم، أولا مساء الخير. دعني أقول لك بأن السيطرة ليست كاملة على محافظة درعا من قبل قوات النظام أو الشرطة العسكرية الروسية. هناك دخول وفق تفاهمات مع الأعيان في جنوب سوريا في محافظة درعا إلى بلدات يعني تقع في ريف درعا الغربي كزيزون العجمي، تل شهاب بريف درعا الغربي، وأيضا منطقة طفص. واليوم بدأت عملية التسوية في مدينة داعل، أي أن العملية مستمرة تباعا، وأعتقد في إنقل ستكون العملية بعد أيام. تأتي كل هذه العمليات وفق تسوية فرضت من قبل روسيا، سلم بموجبها نحو 500 قطعة سلاح من قبل مسلحين محليين كانوا قد دخلوا في تسوية مع النظام قبل 3 أعوام. لذلك أقول لك الآن العملية مستمرة لن تنتهي، وهذا الذي جرى في الجنوب السوري حقيقة الأمر هو كسر للطموح الإيراني الذي كان يهدف إلى عملية عسكرية في الجنوب السوري، يعني ترسخ السيطرة الإيرانية على تلك المنطقة التي كان من المفترض أن تكون إيران قد انسحبت منها وفق اتفاقية إقليمية في العام 2018. طيب، فيما يتعلق بطبيعة الجزء الذي كان يهيمن عليه مسلحون في درعا، هل يمثل هذا انتصارا آخر للجيش السوري برأيك؟ يعني نتحدث بواقعية، داخل الأراضي السورية هناك الأعلام الأمريكية والأعلام التركية والإيرانية والروسية. عندما يبقى فقط العلم السوري نستطيع القول بأنه هو انتصار لسوريا، ولكن الآن عندما نتحدث عن وجود العلم الروسي إلى جنب العلم السوري المعترف عليه دوليا، هذا ليس انتصار للجيش وليس انتصار لأحد، هو انتصار فقط لروسيا أقله في الوقت الراهن. طيب، بالنسبة للوضع الإنساني للمناطق التي دخلها الجيش السوري، كيف يمكن أن تصف الوضع الإنساني هناك؟ الوضع الإنساني كان وضع مزري نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في سوريا. دعني أقول لك اليوم نشرنا تقرير، نحن في المرصد، ليس في هذه المناطق والمحافظة درعا التي كان بعضها محاصر، بل بكامل الأراضي السورية راتب الموظف هو 20 دولار والأسعار هي أغلى من أوروبا. لذلك أقول أن الأوضاع الإنسانية في مجمل مناطق النظام هي أوضاع كارثية. شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن من كوفنتري شمال لندن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا.